السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخ شين اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر الاعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي من كتاب منهل النشاط العلمي. اذا غادي يكون الدرس ديالنا هو اعضاء الجهاز الدوراني ووظائفها لدى الانسان، الصفحة 15. اذا قلنا هذا هو الدرس ديالنا ديال منهل النشاط العلمي، الوحده الاولى، الاسبوع الرابع. اذا الجهاز الدوراني، الحصه الخامسه، اعضاء الجهاز الدوراني ووظائفها لدى الانسان. لاباراي سيركولاتوار، لي زورغان دو لاباراي سيركولاتوار اي لور رول. اذا شنو هو الهدف من هذه الحصه ولا لوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله؟ غادي يكون هو سيتي لي زورغان دو لاباراي سيركولاتوار هيومان et déterminer leur rôle. يعني غادي نحاولوا نذكروا الاسماء ديال اعضاء الجهاز الدوراني لدى الانسان ونحددوا الوظيفه ديال كل عضو على حده. اذا غادي نبداو كما العاده دائما بالاحظ ولا جوب سيرف. غادي نحاولوا نصيغوا نشوفوا شنو عندنا في جوب سيرف ولا الاحظ، نحاولوا نقراو ونحاولوا نصيغوا السؤال ديالنا، سؤال التقصي اللي غادي نكتبوه في دفتر التقصي و بلس الفرضيات ديالنا. اذا نحاولوا نقراو شنو عندنا في الاحظ. رافقت عليا قريبا لها، أحس بألم بصدره، فالتقطت الصورة جنبه، فتبادرت لديها عدة تساؤلات حول علاقة اليد بألم الصدر. إذا كما تلاحظوا واحد الطبيب يفحص مريضا تيقيس هنا في اليد ديالها، إذا شنو تيقيس لها؟ تيقيس لها دقات القلب، إذا النبضات ديال القلب تما باستعمال اليد، يعني هنايا في العروق. اذا شنو هو السؤال اللي ممكن يتصاغ هنايا على حساب هذه الوضعيه هذا ولا السؤال التقصي ديالنا والفرضيات؟ اذا انا حاولت نكتب لكم سؤال تقصي، حاولت نكتب لكم كذلك الفرضيات. اذا كما تلاحظوا هذوما، هذا هو السؤال التقصي ديالنا، هو ما هي اعضاء الجهاز الدوراني وما هي وظيفه كل عضو. بالنسبه للفرضيات ممكن نجاوبوا على جواب على السؤال ديالنا، سؤال تقصي. اذا بالنسبه لجواب الفرضيات، كل تلميذ غادي يحاول يصيغ الفرضيه ديالو على حدة، يعني ممكن الفرضية تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، يعني لا يهم، المهم الفرضية. إذا الفرضية تحتمل الخطأ والصواب. إذا بالنسبة للفرضية كما تلاحظوا، أعضاء الجهاز الدوراني هي القلب والأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. إذا أعضاء الجهاز الدوراني هي القلب والأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. إذا دابا نمروا أتحقق ولا جو فيغيفي. قالك ألاحظ الوثيقتين الأولى والثانية، واحد واثنان، لأتعرف أعضاء الجهاز الدوراني. كما تلاحظوا الوثيقة في واحد نموذج ديال قلب الإنسان، والوثيقة الثانية فيها رسم تخطيطي للدورة الدموية مزدوجة، يعني الدورة الدموية مزدوجة يعني دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى. إذا كما تلاحظوا إن شاء الله هادشي اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليه. قالك ثم أحدد بنقل أرقام الرقم 2 إلى الخانات المناسبة في الجدول وثيقة 3 أسفلها. نمشيو للوثيقة 3، ديجا أنا عمرت لكم تما ولكن نحاولوا نشرحوا شنو تما باش تحاولوا تفهموا مزيان. إذا نبداو جدول أعضاء الجهاز الدوراني. إذا نبداو بحاجة اللي سهلة تتبان لنا، عندنا 6 و 7. لاحظوا بأن 6 و 7 هذوك هما الدورات، إذا هما الدورات الدموية. إذا عندنا دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى، هما 6 و 8 بلوتو 6 و 8. إذا كما تلاحظوا الفوق، 6 هي دورة دموية صغرى و 8 هي دورة دموية كبرى، هي اللي غادي تجينا في آخر الوثيقة. إذا ندوزوا الأرقام 1، 2، 3، 4، و5. إذا شناهو هاد الأرقام؟ إذا نبداو فين هو القلب تما. القلب هو رقم 3، إذا القلب هو رقم 3، إذا القلب هو رقم 3. بالنسبة فين هو الشريان الرئيسي ولا الشريان؟ إذا فين هو الشريان الرئيسي تما؟ الشريان الرئيسي هو رقم 4. شناهو المفهوم ديال الشريان؟ إذا الشريان هو الذي شنو تيدير لنا الدور ديالو؟ الشريان قلنا هو اللي تيعطينا، اللي تيدفع لنا الشريان هو اللي تيدفع لنا الدم اتجاه الأعضاء. إذا كما تلاحظوا هو رقم 4. وبالنسبة لخمسة عندنا شريان رئوي هو 5. إذا كما تلاحظوا تيدفع لنا الدم اتجاه ماذا؟ إذا اتجاه الرئة ومختلف الأعضاء كذلك. إذا المفهوم ديال الشريان، الشريان هو اللي تيدفع لنا الدم، يعني تيخرج من القلب.
اذا كما تلاحظوا 4 و5 هذوك شريان، اذا واحد عندنا شريان رئيسي والثاني شريان رئوي. وبالنسبه لجوج و7 هذوك اوردة، اوردة هما اللي تيجيبوا لنا الدم تيدخلوه للقلب. جوج هو وريد رئوي يعني تيدخلنا الدم للقلب، وعندنا 7 هو وريد اجوف هو اللي تيدخلنا الدم كذلك الاتجاه القلب كذلك. اذا نمشيو لواحد، واحد هما الشعيرات الدمويه كما تلاحظوا عندنا الفوق وعندنا التحت، اذا هذوك هما الشعيرات الدمويه. اذا كما تلاحظوا نعاودوا نتاكدوا، دونك 3 هو القلب، شريان رئيسي هو 4، شريان رئوي هو 5، وريد رئوي هو 2، وريد اجوف 7، شعيرات دمويه 1، ودوره دمويه صغرى هي 6، ودوره دمويه كبرى هي 8. اذا نمروا السؤال الثاني فأتحقق كذلك. اذا جوبسيرف لي ديسان 2 اي 4 اي جو ديتيرمين لو رول دو شاك اورغان اون رومبليسون لي فيد. دونك نحاولوا قالك نشوفوا الصوره الثانيه. اذا الصوره الثانيه هو اللي كان عندنا فيها الرسم التخطيطي للدوره الدمويه مزدوجه، والوثيقه 4 كما تشوفوا. لاحظوا بان لو كور اذا يعمل كشكل مضخه، على شكل مضخه اللي هي شنو بالفرنسيه، هي اون بومب، على شكل مضخه. اذا هو يدفع الدم في اتجاه الاعضاء وتيحاول يجر الدم منين؟ من الاعضاء في اتجاه القلب. اذا هو يعمل كمضخه. اذا نعمروا النص، نعمروا النص ديالنا كما تلاحظوا. اذا نعمروا النص ديالنا، اذا نقراو لو كور جو لو رول دو، شنو تيلعب لنا الدور ديال مضخه دو بومب، هي هادي دو بومب. اذا بومب دو بومب لو سون بار دو كور فيغ لي زورغان غراس او. اذا هو تيمشي الدم من ماذا؟ من القلب في اتجاه الاعضاء. عن طريق ماذا؟ عن طريق لي زارتير، عن طريق الشرايين. اذا لي زارتير غراس او زارتير، عن طريق الشرايين. Il revient vers le cœur et où tu y rejoins le cœur عن طريق ماذا؟ عن طريق الأوردة. il revient vers le cœur grâce aux veines. donc les veines هما اللي يجيبوا لنا الدم في اتجاه القلب. les capillaires sanguines sont un lieu d'échange d'échange plutôt un lieu d'échange. donc عندنا قلنا هنا يا بومب، عندنا aux artères وعندنا aux veines. دونك هادو هما ثلاثة ديال الكلمات اللي غادي نحاولو نعمرو بهم هاد النص ديالنا. إذا نمشيو ندوزو لأستخلص ولا جوغوتيان. إذا نحاولو نكتبو جوغوتيان ديالنا كما تلاحظو هي هادي. إذا نحاول نقرا لكم بالعربية ثم بالفرنسية. إذا القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية، تنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة نفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها، ويتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. نقرأه بالفرنسية. Le cœur est une pompe qui envoie du sang aux organes par des vaisseaux sanguins. Sanguins plutôt, sanguins, des vaisseaux sanguins, des artères qui distribuent des nutriments et de l'oxygène, des veines qui ramènent le sang au cœur en portant des déchets comme le dioxyde de carbone pour s'en débarrasser, et des capillaires sanguins au niveau desquels se fait l'échange avec les organes. إذا نقرأ لكم قراءة ثانية. القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية، تنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة نفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها، ويتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. Le cœur est une pompe qui envoie du sang aux organes par des vaisseaux sanguins. Des artères qui distribuent des nutriments et de l'oxygène, des veines qui ramènent le sang au cœur en portant des déchets comme le dioxyde de carbone pour s'en débarrasser, et des capillaires sanguins au niveau desquels se fait l'échange avec les organes.
اذا نمروا وطبق ولا جابليك نحاولوا نشوفوا واش معنا هنا. قالت انطلقت كريه حمراء مكون للدم من القلب لتعود اليه من جديد، وحدد المسار التي قطعته الكريه لتكمل دورتها. اذا المسار ديال هذه الكريه الحمراء حاولت نكتبه لكم ما قدرتش البلاصه، اذا ودرت لها الجهه الاخرى. اذا نحاولوا نبداو. اذا القلب عندنا القلب من بعد الشريان من بعد الشعيرات الدمويه من بعد العضو من بعد غادي ترجع للشعيرات الدمويه من بعد غادي دوزنا للوريد من بعد غادي توصل للقلب. اذا هي انطلقت من القلب ورجعت للقلب، قلنا القلب مشات للشريان دازت للشعيرات الدمويه من بعد العضو من بعد الشعيرات الدمويه رجعت لنا للوريد ثم كملت الدوره ديالها في القلب. اذا انطلقت من القلب وعادت الى القلب هذه الكريه الحمراء. نمشيو للسؤال الثاني. قالك وحدد طبيعه الدم على المستوى الرئوي ومستوى الاعضاء بخصوص الغازات التنفسيه ومواد القيت باستعمال المصطلحات. اذا غني فقير. اذا على مستوى الرئه نبداو على مستوى الرئه. على مستوى الرئة الدم الداخل غني بثنائي أكسيد الكربون. إذا الدم الداخل إلى الرئة غني بثنائي أكسيد الكربون، والدم الخارج غني بالأكسجين. هنا سالينا. إذا على مستوى الرئة قلنا الدم الداخل غني بثنائي أكسيد الكربون والدم الخارج غني بالأكسجين. نمشي على مستوى الأمعاء الدقيقة. إذا على مستوى الأمعاء الدقيقة جوج نقط، الدم الخارج غني بمواد القيت والدم الداخل كيداير، والدم الداخل فقير من مواد القيت. اذا نعاودوا على مستوى الامعاء الدقيقه جوج نقاط، الدم الخارج غني بمواد القيت والدم الداخل فقير من مواد القيت. اذا سالينا هنايا. دونك نمشيو للسؤال الثاني بالفرنسيه. جو كوش لا كاز دو لا فراز كوريكت. دونك الجمله الصحيحه غادي نحاولوا نديروا قدامها كخوا. قالك لارتير ابورت لو سون دي زورغان او كور، la vine conduit le sang des organes vers le cœur. قالك لارتير هو لارتير اللي هو شنو هو لارتير هو الشريان. قالك يحمل الدم من الاعضاء الى القلب، واش اه ولا لا؟ اذا غير صحيح. اذا شكون اللي تيحمل لنا الدم من الاعضاء الى القلب؟ هو لا فين. قالك لا فين كوندوي لو سون دي زورغان فيغ لو كور. اذا لا فين هو الوريد ينقل ولا كوندوي يسوق الدم من الاعضاء في اتجاه القلب. اذا الوريد هو اللي تيجيب لنا الدم من الاعضاء في اتجاه القلب. اذا هذه الجمله الثانيه هي الجمله الصحيحه. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديالنا ديال قلنا ديال اعضاء الجهاز الدوراني ووظائفها لدى الانسان لي زورغان دو لاباغاي سيركولاتوار اي لو رول. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى جدر جديد من الدروس نقدمه في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللينك ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.